بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى العلمي للجمعية السعودية للمحاكاة الصحية. المحاكاة تلعب دورا كبيرا ومحوريا وبارزا في التعليم الصحي الحديث. لا يمكن أن نتعلم جميع المعارف والمهارات على المرضى أنفسهم أو على الحالات التي يكون فيها خطورة على المريض أو ذويه أو الوضع الصحي العام، ولذلك فلا بد من تدريب الممارسين الصحيين على هذه المهارات وهذه المعارف في بيئات افتراضية. أولا، تطورات كبيرة جدا حصلت في علم وتقنية المحاكاة اليوم وغدا وبعد غد ستناقشونها. سنتعلم سويا من أفضل الأساتذة والعلماء في هذا التخصص. سنناقش سويا أحدث التقنيات وكيف تستخدم وكيف تندمج ضمن مناهج التعليم الطبي والصحي. الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية هي جمعية ناشئة وحديثة، ولكن بدأت في الحقيقة تقوم بأدوار رائعة ومميزة لخدمة القطاع الصحي وبخاصة في خدمة التحول الصحي. نتوقع الكثير من هذه الجمعية بسبب أهمية موضوعها وهو موضوع المحاكاة. لا يمكننا أن نقوم بتأهيل الممارسين الصحيين لمستقبل الرعاية الصحية السعودية من غير برنامج قوي ومميز في المحاكاة. أشكر سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس وجميع أعضاء الجمعية الذين حقيقة تفانوا في وضع هذا البرنامج المميز. أشكر جميع المتحدثين وجميع المشاركين وجميع الرعاة. أتمنى لكم مؤتمرا تحاكون فيه الإبداع.